أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها فرص نجاح المفاوضات المرتقبة في دولة الكويت بين الحكومة والميليشيا ومحددات الموقف الدولي تجاه الأزمة اليمنية. رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وقف الأعمال العدائية في اليمن في شهر أبريل المقبل وبدأ محادثات السلام في الكويت. ودعا المجلس في بيان له أطراف الصراع إلى الحد من العنف فورا والامتناع عن أي عمل من شأنه زيادة التوتر لتمهيد الطريق أمام وقف الأعمال القتالية. وحث مجلس الأمن الأطراف اليمنية على الانخراط في محادثات سياسية بناءة وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 22/16. مجلس التعاون الخليجي أيضا أعلن دعمه لمفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية والمزمع عقدها بدولة الكويت، وأعرب عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. هو ترحيب إقليمي ودولي جاء في وقت يسود الغموض موقف الميليشيا وحليفها مقابل ترحيب الحكومة وقابليتها للالتزام بالذهاب للحل السياسي. وعلى الميدان تكثف ميليشيا الحوثي والمخلوع من عملياتها العسكرية في أنحاء البلاد وخاصة في تعز، حيث أعادت فرض الحصار الذي كانت المقاومة قد تمكنت من كسره جزئيا، فيما تمر العملية العسكرية على الحدود بحالة من التهدئة وفقا للمفاوضات السرية الجارية بين ميليشيا الحوثي ومسؤولين سعوديين. مراقبون قللوا من فرص نجاح المفاوضات المرتقبة وأشاروا إلى أن استمرار الميليشيا في مواقفها المتصلبة والأداء الدبلوماسي الهش للأمم المتحدة لن يحدث أي اختراق في مسار الحل المفترض. وينظر المجتمع الدولي إلى اليمن من زاوية مكافحة الإرهاب والمتمثل بتنظيم القاعدة الذي مكنته الميليشيا من الحضور والتمدد، مقللا على ما يبدو من ممارسات ميليشيا الحوثي التي لا تقل بحسب كثيرين عنفا وسلوكا، وهو ما ينعكس على الأداء الدبلوماسي في مسار حل الأزمة اليمنية. فرص نجاح الجولة الثالثة من المفاوضات المرتقبة والمعايير التي على أساسها يتحدد الموقف الدولي تجاه اليمن هو موضوع حلقتنا، ولكن قبل أن نبدأ نقاش هذه الحلقة نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. فيما يشبه لهات الفرصة الأخيرة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن استئناف المفاوضات بين الأطراف في 18 من الشهر المقبل. إعلان توج مسيرة من العناء والبحث عن أفق للحل، لكنه أشبه بمتاهة جديدة أو حفلة دبلوماسية ستخوضها الأطراف وفي الكويت هذه المرة بحسب المبعوث الأممي. النقاط الخمسة التي ستكون محور الحديث في الكويت ما بين الأطراف هي تتعلق أولا بالانسحاب، ثانيا تسليم السلاح، ثالثا الترتيبات الأمنية، رابعا ما سميناه نحن الحل السياسي. ولكن هذا تبدو الدبلوماسية الدولية في سباق محموم نحو غاية يبدو أنها تراجعت كثيرا حتى أصبحت مجرد عقد مباحثات بأي ثمن دون توفير أي حدود دنيا لإنجاحها. يقول المبعوث الأممي إن ميليشيا الحوثي والمخلوع وافقت على تنفيذ القرار 22/16 وتسليم السلاح والانسحاب من المدن. الاجتماعات التي قمنا بها مطولة في أساس مسقط، ولكن بعض من هذه الاجتماعات كانت في صنعاء، ومرينا على مراحل مختلفة من 20 نقطة إلى 10، وبعدين في النهاية اتفقنا على 7 نقاط واضحة وكانت توضح للالتزام الكامل بدون أي لغة مطاطة ولا غيرها، كانت توضح الالتزام الواضح لتنفيذ القرار 2216. لكن العالم لم ولن يسمع غير تصريح ولد الشيخ أحمد، وليس من ناطق الميليشيا أو حتى أحد من قياداتها، بل إن تصريحاتهم تؤكد أن تنفيذ القرار آخر ما يمكن التفكير فيه. المؤتمر الصحفي لولد الشيخ أحمد تزامن مع خطاب للرئيس المخلوع أعلن فيه مواصلة القتال وعدم القبول بعودة هادي ونائبه إلى صنعاء. لن نخضع ولن ننزع، سنواجه العدوان بكل قوة. كذلك قال المبعوث الأممي أن الأعمال القتالية ستتوقف ليلة 10 من إبريل، ورحب مجلس الأمن بهذا الإعلان داعيا أطراف الصراع لوقف أعمال العنف تمهيدا لاستئناف المحادثات، وهو ما لم تبدي الميليشيا أي نوايا للالتزام به حتى الآن على عكس الحكومة. وبوسع التجارب السابقة أن تتكرر مع كل إعلان للهدن من قبل الأمم المتحدة. بماذا سيتحدث المتحدثون يا ترى؟ جدول الأعمال واضح وسبق أن طرح في جولات التفاوض السابقة، لكن الميليشيا لم تلتزم به. الملفت وسط كل هذا أن مطالب الحكومة بتنفيذ بناء الثقة بينها إطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسرا وفك الحصار عن تعز قبل الشروع في المحادثات قوبلت بالخذلان من قبل المبعوث الأممي الذي اعتبرها قضايا إنسانية غير قابلة للتفاوض أصلا.
وفق المؤشرات على الأرض تبدو فرص الحل السياسي بعيدة ومستحيلة في ظل المواقف المتصلبة للميليشيا والأداء الدبلوماسي للأمم المتحدة. فالحوثيون وحليفهم المخلوع لا يريدون أكثر من مسلك للتحايل على القرارات الأممية والخروج بمكاسب تتيح لهم إمكانية قطع الطريق أمام اليمنيين إلى المستقبل. نرحب مشاهدينا بضيوفنا من الرياض الصحفي المقرب من رئاسة الجمهورية مختار الرحبي، ومن الدوحة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر، على أن ينضم إلينا من الشارقة المحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز. أبدأ معك سيد مختار الرحبي، بداية مساء الخير سيد مختار. سيد مختار، سيد مختار، هل تسمعني سيد مختار؟ إذن إلى حين تجهز الاتصال مع السيد مختار الرحبي، مشاهدينا الكرام، ألفت انتباهكم إلى أن المؤتمر الصحفي الخاص بولد الشيخ في الأمس كان قد ركز على عدد من النقاط واعتمد على مرجعية أساسية أن المحادثات المقبلة ستعتمد على المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2216. ينضم إلينا الآن الدكتور محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. إذا ما تحدثنا دكتور على أنه ثمة فرصة جديدة يقول المجتمع الدولي للحل السياسي في اليمن، في نفس الوقت لا تبدو نوايا الحوثيين والمخلوع جادة في التوصل إلى هذا الحل. بحسب متابعتك للأحداث وكذلك قربك من يعني الإقليم ومراقبتك للسياسات هناك، هل ثمت فرصة حقيقية فعلا لإنهاء الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني دعني أؤكد لك أن علي عبد الله صالح وحلفائه والحوثيين أيضا ليس في بالهم على الإطلاق أن يهدأوا وأن يلجأوا إلى السلم وإلى ما كان عليه الوضع اليمني وأن يدخلوا في حوار سلمي ديمقراطي مطلق أو شوروي إسلامي مطلق، وإنما هم لا يريدون ذلك، يريدون الهيمنة والسيطرة على اليمن من شماله إلى جنوبه عن طريق القوة وأن تستسلم جميع الأطراف، لأنه مرتكز أو معتمد على قوة خارجية، معتمد على اللوبي إيراني داخل المجتمع الأوروبي يحاول تشويه التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن بطرائق مختلفة. وعلى ذلك أرى أن كل الوعود وكل المحاولات التي تجرى مع الحوثيين ومع علي عبد الله صالح لن تقود إلى حل، وأن الحوار معهم ليس إلا حوار قوة ولن يقبلوا بغير ذلك. لكن ذلك دكتور يعني لا يتفق مع رؤية عسيري الناطق الرسمي باسم التحالف العربي الذي أكد أن يعني العملية العسكرية هي لتحقيق الحل السياسي في نهاية المطاف. طبعا كل مشروع مسلح هو يهدف إلى تحقيق عملية سلمية مطلقة، و هذا لا شك في ذلك. والعسيري عندما يتحدث ويتحدث بمنظور دولة، وأنا أتحدث بمنظور مختلف عن منظور الدولة سواء السعودية أو القطرية أو الخليجية عموما، أنا أتحدث من منظور المعرفة الحقيقية بهذا التوجه الذي بدأ من سبتمبر أو مما قبل سبتمبر، يعني من خليني أقول لك من سنة 2011 والحوثيون من قبل دخلوا في حروب، خمس حروب مع علي عبد الله صالح من أجل يعني أن يجدوا مكانا لهم في صدارة القيادة ولم يسمح لهم بذلك، واليوم يحاولون عن طريق قوة أخرى بالتضامن مع علي عبد الله صالح بالوصول إلى أن يأخذوا ما لم يستطيعوا أخذه في تلك الأيام، وقد حققوا أنهم استولوا على اليمن بحكم القوة في غفلة من دول الجوار، مع الأسف تباطؤوا كثيرا رغم أن المعطيات كانت واضحة لدول مجلس التعاون بأن هناك خطر محدق بهم من الجنوب وخطر آخر قادم من الشرق، ولا شك أن الشمال الشرقي أيضا خطر، وأقصد بذلك حزب الدعوة والطوائف الشيعية، الحشد الشعبي الشيعي الذي تجهزه إيران مع الحكومة العراقية الآن.
هذا نظرة واحد ليس في سلطة سياسية، وأنا أقول بذلك نحن في أمس الحاجة الآن إلى أن تنتهي هذه الحرب لصالح السلطة الشرعية ونزع سلاح الطوائف بالكامل في اليمن، وأنه لا سلاح يرتفع إلا سلاح الدولة، وبالتالي نعين هذه الدولة بأي طريقة كانت، ثم أن الشعب بعدما تضع الحرب أوزارها إن شاء الله بالنصر للسلطة الشرعية، ذلك الوقت يكون الصراع صراع فكري، صراع سياسي بعيدا عن السلاح. طيب. ولا نريد أن نمر بتجربة لبنان وحزب الله والمسيطر على الوضع السياسي هناك، ولا حزب الدعوة المسيطر على الوضع في العراق كما هي الأحزاب الطائفية. نعم دكتور، دعنا الآن نسمع وجهة نظر مقربة من الحكومة. ينضم إلينا الآن من جديد السيد مختار الرحبي، المقرب الصحفي المقرب من رئاسة الجمهورية. مساء الخير سيد مختار. أهلا وسهلا بكم. سيد مختار، جولة ثالثة من المفاوضات، هذه المرة في الكويت، يمكن أن يعني نقول الكويت واحد، ما مدى جاهزية الحكومة لهذه الجولة؟ أنا أعتقد أن الحكومة جاهزة منذ وقت طويل للدخول بعملية سياسية يتم كذا القرار الدولي 22-16، كانت جاهزة في جنيف واحد وأيضا كانت جاهزة في جنيف اثنين، لكن الطرف المعرقل هو الطرف الآخر الذي يتعنت ويرفض مجرد تنفيذ يعني أسس بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها والتي تم الإعلان عنها، وهي كانت معروفة إطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار وفتح الحصار على المدينة. طبعا هذا كله لم يحدث منذ جنيف اثنين، 3 أشهر الآن مرت ولم يتم، طبعا هذه مجرد أسس بناء، بالتالي يتضح لنا أنه من الذي يماطل ويرفض التنفيذ هي الميليشيات. لكن الآن طبعا المتغيرات تغيرت بشكل كبير جدا، المعطيات تغيرت على أرض الواقع، هناك خسائر كبيرة، هناك تشقق، هناك تصدع في الفريق الحوثي العفاشي، نرى أن هناك تراشق إعلامي وهناك اتهامات وهناك فعاليات أيضا مختلفة، هناك فعالية للحوثيين وهناك فعالية أخرى لأنصار علي عبد الله صالح، بالتالي هم يعلموا ويؤمنوا إيمانا يقينا أنهم وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التشقق والتصدع والانهيار التام، بالتالي الآن هربوا إلى الملعب السياسي من خلال إعلانهم عبر أول دشيه أنهم مستعدين لتنفيذ القرار الدولي 2016، بالتالي أنا أعتقد أن هناك فرصة حقيقية لإيجاد آلية تنفيذية. طيب للقرار. أنت تتحدث الآن أستاذ مختار، أنت تتحدث الآن عن فرصة حقيقية، كذلك كان تحدث ولد الشيخ بالأمس على أنها فرصة أخيرة لليمن والمجتمع الدولي لإحقاق أو تحقيق حل سياسي يعني يحقن الدماء في البلاد، لكن هناك الكثيرين من يقول أن ليست هناك بالأخير ضمانات لنجاح هذه الجولة، وأنها ستكون يعني مجرد التقاء دبلوماسي ومتاهة جديدة كسابقتها، يعني ما هي الضمانات في هذه الحالة؟ في حقيقة الأمر وبكل صراحة لا يوجد هناك أي ضمانات، لم يتم إعطاء أي ضمانات، والتجارب السابقة طبعا تعلم تعلم الأطراف السياسية وتعلم حتى الشخص، مجرد الأشخاص العاديين من كثرة التجارب يتعلم من التجارب السابقة، بالتالي تجاربنا مع الميليشيات الانقلابية ليس من الآن، ولكن منذ 2004 منذ بدأ التمرد في صعدة في مران كانوا ينقضون الاتفاقية في الاتفاقيات، تم توقيع الاتفاقية في الاتفاقية ولم يتم التنفيذ، بالتالي أنا أعتقد أنه المعطيات على أرض الواقع عندما تغيرت تعاملهم مع الجانب السياسي، وأنا أؤكد أنه هذه المرة هناك مؤشرات إيجابية وهناك فرصة حقيقية لإنهاء الأزمة في اليمن والدخول في حل سياسي وهو أخير، يعني إذا لم يتم التقاط هذه الفرصة أنا أعتقد أنه سيكون هناك سيكون الدخول بالقوة إلى العاصمة صنعاء وإلى باقي المحافظات، والحرب العربية سيمثل المقاومة في كل المناطق بأسلحة وبأساس قوي لإنهاء الموضوع وإنهاء الأزمة بشكل آخر. طيب دعني في هذه النقطة أنتقل وأعود إلى دكتور محمد المصفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. دكتور، يعني يتحدث الأستاذ مختار عن فرصة أخيرة بعدها ستدخل القوات وستكون يعني سيكون الحل العسكري وسيتم دخول صنعاء بقوة السلاح. الآن هناك يعني ربما التفاف أممي وإقليمي كذلك حول ولد الشيخ لإنجاح هذه الفرصة الأخيرة من المفاوضات، هل هناك
يعني لدى دول الخليج بحسب رأيك؟ أي وجهة نظر أخرى حول مساعي ولد الشيخ، أم أنها لا زالت وراءه في هذه النقاط أو محاولاته السياسية؟ دول الخليج كما قلت لك هي لم يعني لم تبدأ الحرب، وإنما بدأوها الحوثيين وعلي عبد الله صالح. أمل دول مجلس التعاون أن يكون هناك سلام واستقرار وأمن وتنمية شمولية في اليمن، اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية، وكانت ترنو إلى ذلك منذ ما جاءت بالحكومة الجديدة اللي بقيادة عبد رب منصور هادي، ولكن مع الأسف تعثرت هذه الظروف. أنا لا أرى في الأفق ما تراه أنت أو ما يراه الأخ مختار من الرياض أو من صنعاء، وأتمنى من كل قلبي ألا تدخل قوة عسكرية إلى صنعاء مسلحة على الإطلاق، لأن صنعاء أو أي مدينة من المدن الكبرى لا نريد أن يكون فيها دماء تسيل على جماجم من أجل متعة الحوثيين أو علي عبد الله صالح أن يرى اليمن ودماءه تكتسح شوارع صنعاء. المطلوب الآن الحقيقة الحقيقية هو تكريس الجهود الحقيقية وتكريس القوة العسكرية الحقيقية لتحرير ما تبقى من اليمن، وأقصد بذلك تعز على وجه التحديد وتنظيف مارب والجوف والحديدة من الجيوب والخلايا المتواجدة في هذه المنطقة، وفي أسرع وقت ممكن، لأنه ليس هناك زمن يسعفنا بذلك، لأن هناك ضغوط دولية، وهنا ومع الأسف الشديد يعني كما تسمع وكما يسمعون الناس كلهم أنه هناك إدانات من البرلمان الأوروبي، وهناك دعوات في وسائل الإعلام الأوروبية، لأن هناك لوبي إيراني قوي يساعد هذه الحملة ضد المملكة، واخذين ضد المملكة السعودية، واخذين موضوع اليمن هو المول، رغم أنهم يرون القتلى يعني قد وصل أكثر من نصف مليون قتيل في سوريا، أكثر من 8 مليون مهجر من سوريا، أكلتهم البحار وأكلتهم البراري وتتقاذفهم الدول الأوروبية اليوم من كل مكان، أسلاك شائكة تحيط بهم. اليمن لا يحتاج إلى هذا كله، يحتاج إلى دعامة القوة العسكرية الفاعلة الفعلية الحقيقية الآن في اليمن، وإنجاز المهمة في تعز، وإنجاز المهمة في هذه المناطق التي أتيت عليها، وذلك يجعل الحوثيين وعلي عبد الله صالح والمجتمع الدولي يقر بالسلطة الشرعية القائمة في اليمن اليوم بالتحالف مع قوة التحالف العربية. طيب التي من وجهة نظرك دكتور، من وجهة نظرك يعني الأكاديمية وكمتابع للوضع السياسي ومتابع لسير العملية السياسية في الإقليم بشكل عام والمشهد الإقليمي، أقصد ما هو الدور الذي يفترض أن يعطى للحوثيين وكذلك للرئيس المخلوع أو من ينتمي إليه أو يمثله في المرحلة القادمة، سواء في حل يعني كان حلا سياسيا أو كان حلا عسكريا؟ العزل السياسي ليس مقبولا لأحد في أي مجتمع كان. الحوثيون يدخلون كقوة سياسية وليست قوة سياسية مسلحة. علي عبد الله صالح يدخل وحزب المؤتمر هو حزبه وهو رئيس حزب المؤتمر، ودخل وحكم اليمن حتى في المرحلة الانتقالية بعد أن تنحى وبعد أن سلم السلطة بعد أحداث ثورة الشباب اليمني بالكامل. وبالتالي نقول أنه في هذه الحالة حزب المؤتمر أو حزب المؤتمر الوطني أو اليمني الشعبي العام ماشي، هذا لم يعزل، وكذلك الحوثيين لم يعزلوا، كانوا قبل وبعد وأثناء الحوارات وهم طرف في ذلك. الآن هم حاولوا أن يستولوا بالقوة على كل وسائل الدولة، على كل مؤسسات الدولة والدولة كاملة. وبالتالي أقول أنه الدور الذي يعطى عندما تضع الحرب أوزارها وينزع سلاح كل الميليشيات الموجودة هناك بما في ذلك الحوثيين وغير الحوثيين، وأن يكون لا سلاح يرتفع في سماء اليمن وفي أرض اليمن وبحار اليمن إلا سلاح السلطة اليمنية الشرعية، في ذلك الوقت نقول أن الدور يحكمه الشعب، إما بصناديق الانتخابات بعد مرحلة انتقالية ليعود الأمن والاستقرار ويعود المهجرين ويعود الهاربين من ضغط الحصارات الموجودة. وأنا أعتقد أن ذلك هو الحل الأمثل، ليس الحل العزل السياسي. أشكرك. لأي قوة يمنية على الإطلاق.
أشكرك شكرا جزيلا أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. وأعود إلى الصحفي المقرب من رئاسة الجمهورية الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، يعني لاحظ الكثيرون على أن المبعوث الأممي هو الذي قال أن الحوثيين ملتزمين بالقرار الأممي 2216، وكأنه بحسب هؤلاء هو الناطق الرسمي للحوثيين والمخلوع. يعني كيف تنظر الحكومة الشرعية لهذا الموقف من قبل ولد الشيخ؟ طبعا اعلان الحكومه اذا كان هناك اي انتقاد سيتم اعلانه بشكل رسمي من قبل ناطق الحكومه، لكن انا اعتقد انه من وجهه نظري انا انه ان ان اعلان ولد الشيخ لم يكن موفق، يعني انه اظهر نفسه وكانه ناطق باسم الحوثيين وعلي عبد الله صالح. كان المفترض انه كما تم الاعلان في بنيت اثنين، لاننا انا امس ذكرت انه حتى اعلانهم قبولهم ليس جديدا، هم اعلنوا في بنيت اثنين انهم ملتزمين لتنفيذ القرار الدولي. كان المفترض ان يخرج محمد عبد السلام او عارف الزوكا او احد القيادات المؤتمريه ويعلن انهم ملتزمين بتنفيذ القرار الدولي 2216، لكن حتى مجرد الاعلان لم يعد جديدا. نريد ان نرى اشياء على ارض الواقع. كان المفترض ان يتم الاعلان عن في نفس اليوم الذي يتم وقت اطلاق النار يتم اطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى راسهم وزير الدفاع. كان من المفترض ان يتم اليوم الذي يتم وقت اطلاق النار يتبعه خطوات وقت اطلاق النار في مدينه سعد والانسحاب من مدينه سعد ومن المناطق المجتهده. هذا اذا كنا نريد حل يعني حقيقي ونريد خطوات عمليه على ارض الواقع. اما بالنسبه للكلام المطاطي والكلمه والعبارات المطاطيه التي لا تحتمل يعني التي تحتمل عده تاويلات وعده معاني، فهذا اعتقد اننا قد مللنا منه طوال الفتره الماضيه، ونحن نعرف ونسمع ونرى انه هناك عباره مطاطيه سيتم التنفيذ، سننسحب، سنطلق المعتقلين. اذا كان في جنيه اثنين وانا كنت موجود في جنيه اثنين، الحوثيين اعطوا التزام لولد الشيخ انه سيتم اطلاق سراح المعتقلين، وذهب خمسه ايام وهو يحاول اقناعهم بان يعود بالمعتقلين السياسيين الذين صدر بحقهم قرارا باطلاق سراحهم وزير الدفاع وشقيق الرئيس وكذلك اللواء فيصل رجب. خمسه ايام يحاول اقناعهم ولم يفلح، ولكن عاد الشيء الوحيد الايجابي الذي عاد به واخبرها به الحكومه ورئيس الجمهوريه حين قال انه انا انقل لكم معلومات انهم بصحه جيده، هذه هي البشاره الوحيده وهذا هو الذي خرج به. بالتالي نريد خطوات عمليه. الشعب اليمني والمتابع والمراقب للمشهد اليمني يعني قد شبعوا من الكلام ومن هذه العبارات المطاطيه، ونريد ان نرى الشيء على ارض الواقع. طيب دعني في هذه النقطه تحديدا اتحول الى المحلل السياسي دكتور عمر عبد العزيز، ينضم الينا الآن من الشارقة. دكتور عمر، يعني على أعتاب جولة جديدة من المباحثات، هناك اتفاق على وقف إطلاق النار في 10 أبريل القادم. باعتقادك هل يعني ستحقق الميليشيا هذا وقف إطلاق النار هذا في يعني في ضوء الخروقات السابقة للهدنة التي عهدها المتابع اليمني عليها؟ إذا كنا نريد أن نكون موضوعيين علينا أن نقرأ المشهد على نحو لا يحدد المسائل على قاعدة أن هنالك طرفين فقط، بمعنى أن هنالك عديد من الجيوب هنا وهناك من لن يستجيبوا لهذا الحل. وتبعا لذلك لابد أن ننظر للمسألة من خلال المد العام، الاتجاه العام. هل هناك حسن نية للذهاب إلى العملية السياسية؟ هل هنالك قبول بالعودة إلى العملية السياسية من حيث انتهت؟ عندها في هذه الحالة نحن نتحدث عن سلسلة من المرجعيات واضحة المعالم. وكيف تراها أنت دكتور؟ ابتداء من المبادرة الخليجية مرورا بمؤتمر الحوار الوطني وحتى القرار الأممي 2216. بمعنى آخر أنه إذا كان هنالك إرادة سياسية عند الأطراف والفرقاء الموجودين في الساحة في إطار الصراع القائم هذا، فلا بد أن تكون هذه الإرادة السياسية مقرونة بالقبول بهذه المرجعيات، أي مقرونة بمفهوم الشرعية بوصفها استعادة للدولة، بوصفها الاستعادة للعملية السياسية، بوصفها الذهاب إلى المستقبل. هذا هو الأمر الجوهري. أنا أعتقد أنه من الطبيعي أن يكون هنالك من سيخالف هذه المسألة، ومن الطبيعي أن يكون هنالك من سيعرقل هذه المسألة، وقد تنشأ في المشهد السياسي اليمني عديد من التشظيات الجديدة والاستقطابات الجديدة التي لم تكن مألوفة من قبل. وطبعا لذلك علينا ان نعرف ان هذه العمليه عمليه مركبه، عمليه معقده، عمليه غير سهله، وعلينا ان لا تكون الامر محكومه بحسن النوايا فقط، ولكن
بالإرادة السياسية المقرونة بالشجاعة في المبادرة. هنا أود أن أقول أن على الجميع أن يفهموا أنه ما من حرب طالت واستطالت إلا ولا بد أن تصل إلى العملية السياسية، ولا بد أن يفهم الجميع أيضا أن اليمنيين لا يمكن أن يعودوا إلى الوراء، ولا يمكن أن تعود الدولة السابقة بكل مسالبها وعيوبها، ولا يمكن أن تعود كامل الآليات التي أفضت باليمن إلى ما هو عليه الآن. وعليه وتبعا لذلك أن يعرف الجميع أن هذا الصراع المحتدم سيستمر على قاعدة الذهاب إلى العملية السياسية حتى وإن توقفت الحرب بهذا القدر أو ذلك. طيب دعني الأمر الذي أراه. نعم دكتور، دعني في هذه النقطة أعود إلى الصحفي المقرب من رئاسة الجمهورية السيد مختار الرحبي. سيد مختار، يعني من الواضح أن الميليشيا نجحت ولو إعلاميا في جعل بعبع تنظيم القاعدة في اليمن أو أنصار الشريعة وكذلك داعش، ما ينسب أنه لداعش، في أنه هو الهم الرئيسي لما يجري في البلاد، كما يعني يستقي الكثيرون من خطاب ولد الشيخ أو مؤتمره الصحفي بالأمس وكذلك من نقاط أخرى جرت في المرحلة السابقة. برأيك لماذا الحكومة لم تلعب على هذا الملف بشكل أكبر وتبدي التزاما أكبر في مواجهة تنظيم القاعدة حتى تسقط هذه الحجة لدى المبعوث الأممي وغيره أيضا؟ طبعا انا استطيع اقول انه الميليشيات الحوثيه خصوصا بعد 2011 بعد ان خرجت الساحه واستطاعت ان تظهر كمكون قوي في الساحه، يبدو انه كان هناك صفقات تمت مع دول غربيه اهمها الاول طبعا في اليمن، وهي طبعا لا يهمها في اليمن الا محاربه تنظيم القاعده، فتم عرض خدمات الحوثيين عليهم انه نحن سنحارب التنظيم لانه تم رصد تقارير أن هناك تراخي وهناك عدم جدية في محاربة الإرهاب من قبل الحكومة، وهذا طبعا غير صحيح. الحكومة حاربت القاعدة في شبوة، حاربت القاعدة في أبين، كانت هناك حملات برئاسة قائد المنطقة الفقيد سالم قطن. طبعا الحوثيين جعلوا هذا بربع طبعا، وهناك شعارات مرفوعة في صعدة. أنا أتذكر أنه في 2011 حينما زرت صعدة كان هناك شعارات القاعدة صنعاء أمريكية، حارب القاعدة، من هذا القبيل. بالتالي الشعارات التي رفعت منذ دماج، نتذكر منذ دماج وهم يقولون نحارب القاعدة، بعد ذلك كان هناك تطور خطير أنه نحارب التكفيريين، نحارب القاعدة، نحارب داعش. فهذه طبعا هي الأساسات يرفعونها، الغرض منها مغازلة الغرب، وأيضا لكي يحصلوا على دعم مباشر وغض طرف من قبل هذه القوى الغربية. وهذه طبعا الجن نعرف انه هل من المعقول ان الشعب اليمني كله من القاعده ابتداء من دماج الى عمران الى صعده الى صنعاء الى تعز الى عدن؟ هذه طبعا هذه اكاذيب وشعارات كاذبه، لا يمكن عاقل ان يصدق هذه. هناك فعلا هناك بؤر لتنظيم القاعده، هناك بؤر ايضا لداعش، هناك بؤر للتنظيمات الارهابيه، ولكن ليس بهذا الحجم وليس كما يصوره الحوثيين. الحوثيين هم يعني بنظر كثيرين هم لا يختلفون عن داعش وعن تنظيم القاعده، كل من يحمل السلاح خارج اطار الدوله هو تنظيم ارهابي ويجب معاقبته ومحاسبته والوقوف ضده. اشكرك شكرا جزيلا الصحفي المقرب من رئاسه الجمهوريه سيد مختار الرحبي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. واعود الى المحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر، يعني تحدث قبل قليل على انه في حال اردنا نظره موضوعيه على الاحداث يجب أن نشاهد أو نقيم موقف جميع الأطراف. إذا ما تحدثنا عن داخل مكونات الأطراف اليمنية، هل ترى البنية واحدة سواء في موقف الشرعية وكذلك في موقف الانقلابيين؟ لا لا، على الإطلاق ما يظهر ثنائيا هو متعدد. دكتور عمر، هنالك صراع ثنائي واضح المعالم، الصراع الثنائي يتمثل في الشرعية من جهة وما تمثله الشرعية من طيوف وألوان سياسية ومكونات اجتماعية، وهنالك ايضا الطرف الاخر الانقلابي على الشرعيه من جهه، وهو تحالف ما بين الحوثيين والمؤتمرين الموالين لصالح. وتبعا لذلك هذه الثنائيه لابد ان نقرا في تضعيفها وفي طياتها عديد من الخطوط الاخرى، بمعنى اخر لا استطيع ولا ازعم بحال من الاحوال ان كامل المؤتمرين يلتحقون بهذا المزاج، ان جاز التعبير، كامل المؤتمرين حتى الذي كان مواليا لصالح جزء منهم قد يتخلون عنه او تخلوا عنه بالفعل. وايضا هنالك جدل مؤكد في الاطار الحوثي. نفس الكلام فيما يتعلق بالشرعيه، هنالك عديد من وجهات النظر
ونقاط الاختلاف المتعلقة بكيفية مواجهة الاستحقاقات وكيفية مواجهة الوضع. نحن نستطيع أن نتحدث هنا عن عديد من الأمثلة، منها على سبيل المثال ما يجري في عدن. هنالك نوع من الـ من الـ من الـ من استشعار خيبة أمل، كيف يمكن أن تتحرر عدن على سبيل المثال كمدينة وفي نفس الوقت تتحول إلى بؤرة للتوتر والاغتيالات؟ كيف يمكن أن تكون تعز في مهب الريح في ظل التغول الميليشياوي ضدها وفي ظل الحصار؟ نعم دكتور. معنى آخر، هنالك عديد من الأسئلة التي تتموضع بطبيعة الحال، وهنالك عديد من المقاربات والاجتهادات، ولهذا السبب علينا أن نخرج من صندوق القراءة الثنائية إلى ما أسميه بالقراءة التعددية التي لا تلغي هذه الثنائية الواضحة والإجرائية والحقيقية، ولكنها في نفس الوقت تضع بعين الاعتبار عديد من المسائل الأخرى. هنالك إخفاقات في الجانب المرتبط بالشرعية، هنالك إخفاقات في الإدارة السياسية أحيانا، وربما في الإدارة الإعلامية، وربما في الإدارة المعنوية لعديد نعم من المسائل. وهنالك أيضا خطأ جسيم ارتكب من قبل الحوثيين ومن يعارض الحوثيين. الخطأ الأساسي والاستراتيجي الذي ارتكبوه هو أنهم انقلبوا على الشرعية، والانقلاب على الشرعية ليس انقلابا على عبد الرب منصور هادي أو غيره من ممثلي المؤسسة الرئاسية والحكومية، هو انقلاب على الدولة اليمنية وانقلاب على التوافقية اليمنية التاريخية التي تقتضي أن تكون كل مسارات التحول قائمة على أساس نعم مؤسسي. وتبعا لذلك نحن نقول أن هؤلاء لم ينقلبوا على فئة معينة، ولكنهم انقلبوا على المستقبل، وعليهم أن يعودوا إلى رشدهم وأن يعرفوا أشكرك. تماما أنه بهذا الأسلوب لا يمكنهم تحقيق ما يربوا وما يريدونه. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمر عبد العزيز المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الشارقة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان في التقديم، وكذلك تحية زميل محمد القاسم في الإعداد، وتحيات بقية الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.